مستشار الشيخ تركي بن عبد السلام الشيخ، يا ابو ناصر هجر هجر له فلوس عند نادي الاتحاد من 2015 المبلغ 14,500,000. الرجل رئيس نادي هجر تعب وهو يحاول يستقطع ولو جزء من هذا المبلغ لتسيير امور النادي. فالوضع فوات الكلام عندي. خليك بس تقول 15 مليون ونادي الاتحاد كلام عندي فوز. انت تبي تقاطعني؟ لا قاطعني. انا هذه معلومه عندي والمبلغ انا اعرف انه صحيح. بعدين قال لك هو قال لك بدايه كلامه انه انا دار في حديث بين اذا جاء النادي. اذا جاء لا انا عارف انا القصه كلها عارف عندي انا اعرف واعرف المبلغ واعرف الدين واعرف المتبقي. بس ابو صقر شوف 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 هاللقطه شوف هاللقطه خلينا بس خلينا هجر شوي الله يرضى عليك. شوف هذا الرجل الكبير في السن ما شاء الله فرحان مع فريقه ومبسوط وهذا الحزماوية. شوف طارق بس لحظه بس دقيقه الكلام عند ابو صقر بس ما اذكر الحزم ورجع لا ما لا لا بس انا ما اذكر اذا سمحتوا لي معليش انا عندي رساله وبوصلها بس اعطيني بعدين لقطات الحزم. انت مو صالح لك تبي يعني مو صالح لك هجر ترى انه ما يستاهل لا 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 والله لا لاني وراسي بس الحزم احنا بس انا ما اذكر عفوا ابو صقر نبغى نمنح الرس وشباب الرس دور استغنى بالحزم اذا جد اللحظه بيجيك ما راح تروح اللقطه ما تروح ابدا بس انا ما املك معلومه والعشر ثواني الاخيره لي لك ابو صقر بس انا ما عندي معلومه متى الحزم كان اخر مره في دوري المحترفين قبل كم تاهل 2005 تاهل الى الدوري 2005 2005 ايه ومن ثم هبط بعدين وبعد الهبوط هذا اول يعني صعود له يعني 12 سنه 13 سنه اوف 13 سنه مو بسهل انك تنزل دوري الدرجه الاولى ترى بعد خير تطلع مره ثانيه صحيح ما بسهله صحيح وطاي نفس الحكايه طول صح. عموما مختصر مفيد انا يعني اعيد واكرر اوجه رسالتي لابو ناصر أنت كريم وإن شاء الله وهجر يستاهلون هذه الوقفة لأنه بالفعل بالفعل الوضع في النادي متأزم ومع ذلك استطاعوا أنهم يواصلون حتى آخر لحظة هذا اليوم ولكن الحرصهم وهذه رسالة أنا وصلها من نيابتهم لأني أنا أحد أبناء النادي يا أبو ناصر أنه بالفعل هجر وفلوس هجر اللي عند نادي الاتحاد نتمنى حلها بأسرع وقت أبو محمد طبعا نبارك للوحدة والحزم